شفنا اجراء تغيير في بين الشوطين، نزل خالد عبد الفتاح. النهارده مستر كولر بيتم الدفع بخالد عبد الفتاح منذ البدايه. كان الافضل ان عشان يحافظ على يوسف ايمن انه يلعب المباراه الثانيه على التوالي ويشارك ويبقى عنده ثقه، ولا يحافظ عليه على مقاعد البدلاء ويبدا يديله الفتره الجايه، خاصه انه لعب كمان في مباراه الزمالك، كانت مباراه نهائي السوبر المصري، نزل في الدقائق الاخيره وظهر بشكل مميز في هذه المباراه. تمام، هناخد يا كابتن اسامه من مباراه الزمالك ال10 دقايق اللي اتلعبت اللي ظهر فيها يوسف بشكل كويس. كويس. حاله الارتجاج دي دايما في بروتوكول لخبطات الراس، الارتجاج ده ليه ما بين اسبوع، ما بين 10 ايام، ما بين اكتر. حسب الحاله. على حسب الحاله، المسافه بين المباراتين كانت قليله. ده جزء صحي يعني، جزء طبي، هل هو كان اكيد كان جاهز بناء عليها الجهاز الطبي محطوط الراجل في التشكيله وبدا اول مباراه. اتكلمنا قبل المباراه على يوسف ايمن كبدايه، وان دايما البدايات بتعلم طبعا مع الناس. طبعا النهارده ان انت تقعد رقم واحد دي حمايه. رقم واحد من مستر كولر دي حمايه ليوسف. على المستوى يعني، انت تفضل ان هو يعني زي ما مستر كولر عمل ان هو يخليه معاه على مقعد، هتختار الوقت المناسب اللي هيبتدي فيه مره ثانيه يستعيد عافيته، لانه ما كانش لوحده اسامه. في المباراه كان بدايه الشوط الاولاني كان في بضلك لمعظم اللعيبه، خاصه الجنب اليمين. دفاعيا من اول طاهر في الجنب اليمين لاكرم اثرت بالسلب على يوسف ايمن. على اللعيب ان انت ترجع تتمرن كويس، تراجع تاني الحاله الافضل بالنسبه لك في المباريات. لازم يبقى عندك ثقه النادي الكبير اللي انت موجود فيه، وثقتك في نفسك لازم تبقى اعلى. في الوقت اللي هتشارك فيه هتبقى عارف ان ده وقت صعب. انت كل اللعيبه مع النادي الاهلي في كله تحت الضغط طبعا، مفيش حد مش تحت الضغط، سواء بتلعب او بديل او ما بتلعبش خالص، او بتنزل وتاخد وقت طبعا. عليه انه ان يبقى عنده اهتمام اكتر بنفسه، صحيا، بدنيا، نفسيا. راحتك النهارده ده مش معناه ان ادائك اثناء الشوط الاول ان ادائك هو ده السبب بس، لا، مش شرط ان يكون سبب ان الاداء الفني لما كانش لوحده. هاخد من كلامك واحنا بنتفرج، يمكن قبل ما نخش هوا كنا شايفين اللعيبه وهي داخله. يعني انا وعماد بنبص وهو كان داخل تحس انه محبط. مظبوط. يعني دخلته، يعني اللعيبه كلها داخله مركزه وكده، تحس انه في سنه، وده مش مطلوب الحقيقه. انت لعيب بروفيشنال، لعيب بتلعب في النادي الاهلي، فلازم زي ما يعني عماد اتكلم، لازم هو اولا هو يخرج طبعا نفسه من الجزئيه ديت. خلي بالك طاهر، محمد طاهر درس لكل اللعيبه اللي معاه. ده كاركتر. طاهر والاحباط اللي فيه والانتقاد الكبير من الجماهير او السوشيال ميديا، هو نفسه طاهر، محمد طاهر اللي شفناه المباريات السابقه والكل اشاد بيه. مهم جدا السابقة. مهم جدا، اعتقد ان هو هيفهم ده كويس. هو طبعا يعني عنده خبرات كبيره، انا شايف انه لعيب كويس وعنده امكانيات هايله، يمكن ظهر جزء منها في نادي الزمالك. لكن زي ما بتتكلم انت عماد، انه مهم جدا هو يشتغل على نفسه، انه ما يسلمش نفسه للسوشيال ميديا ودانه تبقى بره. طب والضغط ده يبدا ياخد من امكانياته الفنيه والذهنيه. تمام. فده مهم جدا. الجزء الثاني يا كابتن، ان دخول خالد ده مش مكانه اصلا. خالد عبد الفتاح ده راجل يعني توظف الحساب. ده حل مؤقت. الاربعه الاستوبرات اللي موجودين، رامي وياسر واشرف داري ويوسف ايمن، مع ضغط المباريات، مع ضغط اللعب النهارده، لسه كان في 5 ايام بين المباراه والثانيه، اعتبرها ان هي راحه. ما يبقاش الكلام اللي هو في السوشيال ميديا ان فيها عدم تقدير منك ان الجهاز الفني انت النهارده مش في الراحه، لا، خدها ان ده روتيشن، وان ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل. وان مشاركتك المره اللي جايه ان شاء الله هتكون احسن. لان انت مش لعيب صغير، انت لعيب كبير وموجود في نادي كبير. وعندك منافسه مع كل الناس اللي هتلعب في نفس المكان. اهم شيء لما تيجي تاني وقت اللعب، وبالنسبه له هي مش فرصه، هو بالنسبه لك وقت لعب فرصه. ده لما يكون ناشئ طالع عايز فرصه. لكن ده لعيب دولي ولعيب بروفيشنال، المفروض ان انت لما هيجي الوقت تاني تشارك. الصوره دي نفسها ان شاء الله تتغير يعني.